منذ أسبوعين والأنباء تتوالى عن خطة توريث السلطة في قطر، إلا أن قناة الجزيرة أكدت أن أميرها سيلتقي الاثنين الأسرة الحاكمة لمناقشة تسليم السلطة لنجله تميم في بلد لا تزال سياسته الخارجية تثير العديد من التساؤلات، خصوصا ما يتصل بدعمه اللامحدود لأعمال العنف والتخريب في دول المنطقة. صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أكدت أن الأمير الشاب على علاقة وطيدة بالغرب، وبسبب تعليمه البريطاني ودور بلاده في استقبال قاعدة عسكرية أمريكية. خطة التوريث بحسب مراقبين تهدف إلى إدارة نظم تسليم السلطة لتسمح لولي العهد بأن يأتي إلى سطارة المشهد السياسي. أمير قطر حمد الذي انقلب على والده خليفة آل ثاني أثناء قيامه بجولة في أوروبا عام 1995 وبمساعدة من ابن عمه رئيس الوزراء الحالي حمد بن جاسم، ومنذ توليه مقاليد الحكم اعتمدت السياسة الخارجية التي انتهجها الأمير حمد على المال والإعلام بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية. قطر التي تعد بنظر المراقبين الحليف والداعم الأول لجماعة الإخوان المسلمين، ولعبت دورا بارزا في تغذية الاحتجاجات التي شهدتها بعض دول المنطقة تحت مسمى الربيع العربي، تنفيذا لأجندة خارجية هدفها إضعاف الدول العربية، ما ألحق أضرارا بالغة في علاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي.